Manusia di dunia.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا الله يا حي يا قيوم يا قوي يا متين. اللهم قوي هذا البلد والناس اجمعين. اللهم قوي هذا البلد والناس اجمعين. اللهم قوي هذا البلد والناس اجمعين. اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النعمه وابواب الرزق وابواب الصحه وابواب القوه وابواب السلامه. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. واشرف عنا بحق القران الكريم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الاخره. غفر الله لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا من افات الدنيا والاخره. اللهم سلمنا من افات الدنيا والاخره. اللهم سلمنا من افات الدنيا والاخره بحكمتهما انك على كل شيء قدير. اللهم انت الرحمن الرحيم، انت مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. نسالك يا الله، اللهم انا نسالك ارحمنا وادفع عنا كل بلاء والزلازل. اللهم ارحمنا وادفع عنا كل بلاء والزلازل. اللهم ارحمنا وادفع عنا كل بلاء والزلازل. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كما قلت في كتابك العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Semua.